نهضوي في المرحلة القادمة بالنسبة لمصر. طيب إذا أراد الفرنسيون الاستثمار في مصر، إيه الأماكن المقترحة أو المجالات اللي ممكن تكون فيها أول الاستثمار؟ مجال مقترح هو يعني محور قناة السويس، لأن الرئيس حتى عندما ذهب إلى سنغافورة، عندما ذهب إلى الصين، دعاهم للاستثمار في هذه المنطقة، ناهيك عن كافة ربوع مصر. أعتقد أنها ترحب بالاستثمار الفرنسي، وفرنسا ليست بعيدة عن مصر، وشيء مهم جدا منذ أيام الرحالة الفرنسي فولتير في القرن 18 عندما سمى مصر الدولة الشرق، فتأثر بها نابليون بونابرت، وكانت الحملة الفرنسية، وكانت أشياء كثيرة جدا نذكرها، لأن الحملة الفرنسية عسكريا رحلت ثم تركت لنا المطبعة تعني الكتاب تعني التنوير. تمام. ما بين الزيارتين اللي فاتوا والزيارة دي، أنا يعني شايفة أنه في اختلافات كتير، وضع مصر مختلف ومركزها مختلف، هو وضع مصر مختلف وفي موقف فرنسا أيضا، وموقف فرنسا كانت تسير معصوبة العينين وراء الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت تسمي مصر وتحفظ عليها على الثورات التي جرت فيها، والتي وعلى منصب رئيس الجمهورية ورئيس السيسي بالذات. أعتقد عندما ذهب الأمير سعود الفيصل رحمه الله، وذهب بتكليف من الملك عبد الله، اعتقد الامور في فرنسا تغيرت في زمن فرانسوا اولاند، وفرانسوا اولاند كان حريصا جدا على ان يحضر اي مناسبه، ومنها افتتاح قناه السويس الجديده. اعتقد لان فرنسا عندها نوع من النوستالجي، الحنين تجاه قناه السويس، تجاه ديليسيبس، تجاه اشياء كثيره جدا. اعتقد ان هذا سيترجم وسينعكس في خطوات عمليه جاده جدا بس احنا في يعني الاسابيع القادمه. بيزعجنا ان يكون ده، او قد يكون الحنين الاحتلال مثلا. لا لا، اعتقد فرنسا القديم لا احد يعني يفكر في الاحتلال على الاطلاق، ولا نحن يتعاملون معنا بشعور الندية. لن يكون هناك حوار الا اذا كان هناك شعور بالندية، لكن يمكن بعض الاشخاص، لان فرنسا عمرها ما احتلت مصر، لكن انجلترا احتلت مصر سنوات وسنوات وعشرات سنين. اعتقد انه حتى لقاء الرئيس ماكرون مع، اذا ما قرن ب لقاء الرئيس السيسي مع كاميرون عندما كان وزير خارجية انجلترا، وزير خارجية رئيس وزراء انجلترا، اعتقد مسائل مختلفة، لان هناك خصوصية في علاقة القاهرة بباريس، تختلف عن علاقتنا باسبانيا، تختلف عن علاقتنا بالمانيا، بدول كثيرة جدا، ايطاليا الى اخره. فرنسا تبقى هي درة التاج بالنسبة لنا، ونحن درة الشرق بالنسبة لهم. ومصر كمان دعمتها في انتخابات اليونسكو، ومصر دعمتها من ضمن الخطوات الأخيرة، دعمتها في اليونسكو، وهي لم تتأخر وكان دعم بإيمان شديد مصر، ولم تتأخر عن أن تلبي أشياء كثيرة جدا في مصر. وأعتقد المرحلة القادمة مدام أوزولي يعني سينعكس هذا في كل السياسات الخارجية التي تنتهجها مصر، لأنه فيما يتعلق بالتراث الإنساني مصر زاخرة بهذه الأشياء. دكتور سعيد، ايه اهم اللي لفت نظرك في المؤتمر الصحفي بين الرئيسين؟ يعني الشفافية والوضوح والموضوعية، لأن الرئيس السيسي تكلم بوضوح، والشيء الآخر تكلم ماكرون بنفس الوضوح عندما طلب منه الإجابة أيضا، قال أنا لا أقبل أن يعطيني أحد دروسا، وبالتالي لا أفضل أن أعطي دروسا لأحد. ثم هناك ثقة شديدة في الرئيس السيسي بأن يعني قد يقوم بإنجازات، وهو أدرى بشعاب مصر. كل هذه الأشياء أعتقد أنها لأول مرة نسمعها من رئيس دولة، لا أعتقد أنها مجرد دولة، هي دولة عضو دائم في مجلس الأمن، ودولة عضو بارز في الاتحاد الأوروبي، ثم هي زعيمة الدائرة الأورو متوسطية إن صح التعبير، باعتبارها مشاطئة البحر المتوسط شمالا ونحن المشاطئين جنوبا، ناهيك عن إعجابها بالقوة الناعمة المصرية حتى هذه اللحظة.